الناس اللي حابة تعيش أجواء تايلاند هي دي أجواء صراحة كودو بيتش أحسن من لا صراحة طعمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي، وتغطيتنا الليلة حتكون للشواطئ الخاصة. زي ما قلت لكم بداية الفيديو الأول إنه شاطئ بطونج يعني صراحة ما تقدروا تاخذوا فيه راحتكم، بس الآن أنا جاي واحد من الشواطئ إن شاء الله الحنزورة اللي هو شاطئ البارادايس. إذا ما أنتم نزلاء في نفس الشاطئ، طبعا في الشاطئ نفسه في فندق، الآن إن شاء الله حسفسر لكم من الأسعار. إذا ما أنتم نزلاء في الفندق تقدروا تدخلوا الشاطئ وتستمتعوا باليوم الجميل في الشاطئ. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا كان جيت هنا 2019 وقتها كانت تذكر في فعالية الفول مون، فخلوني الآن سفسر لكم على الأسعار وكل حاجة وأعطيكم خبر. طبعا سعر الدخول الآن 100 باد. أول ما تيجي طبعا بتوقف الدراجة النارية حقتك هنا، إذا أنت جايب دبابة وجاي بسيارة تقدر هنا طبعا تستأجر دبابة وسيارة، بس زي ما نبهت أول لازم يكون معاك رخصة دولية عشان هم ما بيحترفوا بباقي الرخص حقت الدول، يقول لك كل دولة برخصة. فتوقف الدباب حقكم هنا وتطلعوا المواصلات حقتهم ينزلوكم لتحت عشان النزول جدا خطر، وكل ده يا جماعة لسلامتكم. يلا تعالوا خلينا ننزل تحت. طبعا هنا ده المكتب حق التذاكر، نجي ندفع عليهم 100 باد حقة الدخول. Hello sir. Okay, thank you boss. You're welcome. Would I have mini bus? Mini bus down. Yes. What ticket? Include the chair, umbrella, toilet, shower room and mini bus. Thank you very much. طبعا يا جماعة أول ما أخذت منها التذكرة طبعا تتضمن كرسي وتتضمن مظلة وتتضمن منشفة ودخول الحمامات الباقي اللي كنتوا حابين تاخذوا شاور كمان، وتتضمن الشاور وتتضمن اللي هي الترحيل من وإلى المواطن. الآن دي اللي هي الباصات حقتهم، الميني باص حق الترحيل حقهم. طبعا يا جماعة خلاص احنا وصلنا محطتنا الآن، محطة البارادايس. تعالوا مع بعض ونستمتع بالمناظر الجميلة حقت الشاطئ. زي ما قلت لكم يا جماعة ما بسيبوكم تطلعوا وشوفوا كيف يا جماعة، شوفوا معي الطلعة، بس طلعة يا جماعة جدا خطرة، قوية جدا، شايفين كيف؟ طبعا يا جماعة أنا أول لما جيت 2019 ما كان في الخدمة دي، الآن أضافوا خدمة لو حابب كمان تجرب اللي هو الغطس أو الغوص تقدر تجرب معه. فاتحين كل يوم من الساعة 10 الصباح لين الساعة 5 المساء. ورجعت لكم مرة ثانية حلوين بعد ما خلصنا جولتنا في شاطئ البارادايس. أتمنى إنه الجولة تكون نالت إعجابكم. طبعا كل الجمال اللي أنتم شايفينه قدامكم ده تقدر بس تدخلوه ب100 باد ما يعادل 10 ريال. وسألت لكم من الفندق الآن شغالين عليه صيانة. طبعا الشاطئ كان مقفل طيل فترة كورونا وما بعد كورونا وفوق شهر 6 الفات، هم لسه الآن شغالين أعمال الصيانة. بعد كده الشاطئ اللي بعده ان شاء الله حيكون شاطئ كودو قريب من بطونج بيتش. زي ما قلت لكم لو حابين هنا وتجي تاخذوا الخصوصيه وبعيد عن الدجه وبعيدا عن الازعاج تجوا هنا تستمتعوا بيومكم، والشاطئ مفتوح من الصباح الى 6 مساء. يلا خلونا بعد كده نحرك على الشاطئ الثاني. سلام. We'll be right back.
يا هلا وسهلا فيكم مرة ثانية، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. وأخيرا وصلنا كودو. صراحة كودو بيتش أحسن من بارادايز بيتش بكثير. يعني بارادايز بيتش أدي نقول 7 من 10، حقه 7 من 10. هنا صراحة أنا أدي 10 من 10. يعني الأجواء صراحة خرافية. طبعا هو قدام البطن بيش دايرك، وعندهم الشاطئ الخاص فيه، وكمان عندهم مسبح خاص فيه، وفي نفس الوقت فندق. إن شاء الله هحط لكم أسعار الفندق في صندوق الوصف إن شاء الله. ولما جيت طبعا عندهم مطعم إيطالي، فجيت طلبت الطلبات دي، كانت اللي هي عبارة عن بيتزا نابوليتا، وطلبت من عندهم التيراميسو، وطلبت من عندهم عصير المانجا. تقريبا البيتزا نابوليتا ب 250 بات، والتيراميسو ب 180، وعصير المانجو ب 150، عصير زي ما يقول ايه فريش. يلا خلونا نجرب البيتزا مع بعض. يعني حتى شوفوا يا جماعة العجينة حقتها رقيقة رقيقة جدا جدا. بسم الله، شوفوا كيف العجينة حقتها. لا صراحة طعمة جد من جد طعمة، الله يديم العافية صراحة، والله من جد الله يديم العافية. 10 من 10 يا مدير. بعد كده ندخل على التيراميسو الإيطالية، بما أنه مطعم إيطالي بس حبيت أطلب الحاجات الإيطالية. عندهم طبعا خنزير وما خنزير والحاجات دي، لكن لا خلينا مع الأكل الحلال أحسن. بسم الله. لا التيراميسو طرية، نلمس حقها طرية. زي ما قلت لكم يا جماعة، طبعا في المدينة أنا صراحة جربت التيراميسو أفضل من ده بكثير صراحة. أخي بس إنه المشكلة الدبان صراحة، عشان الأمطار وكده الدبان يزيد. المهم أنا جربت تيراميسو أفضل في المدينة، أفضل من ده. ده أنا أديه صراحة 7 من 10، حق المدينة أديه 10 من 10. طبعا فروقات الأسعار خير، بسعر التيراميسو اللي في المدينة اللي هي 50 ريال، كل الوجبة دي يعني تقريبا هي ب60 ريال، وهناك ب50 ريال، بس أقدر أجيب التيراميسو بس. بالنسبة للبيتزا الإيطالية زي ما قلت لكم أعطيها 10 من 10. بعد كده انتوا شفتوا الشاطئين اللي هو كودو والبارادايس، دول من افضل الشاطئ هنا في بطون. صراحه كودو شبابي اكتر، يعني لو حابين شباب يجوا شبابي اكتر، ويعني ناس دوبهم متزوجين، ناس ما عندهم مشكله يقدروا يجوا، عشان هو كودو نفسه فاتح على بطون بيتش. والدخول مجانا، ما بيطلبوا منكم اي مبلغ للدخول، بس اهم حاجه لما تيجوا تجلسوا لازم تطلبوا من عندهم، وتجيبوا انتوا المناشف حقتكم، وتجيبوا الغيارات، عكس البارادايس. البارادايس بوفر لكم المناشف، بوفر لكم الكراسي، وبوفر لكم كل حاجه. وهناك زي ما قلت لكم الخصوصيه اكتر، وجلسه ملكيه اكتر، بدون يعني الازعاج اللي انتم شايفينه قدامكم. هم عندهم الدي جي الخاص فيهم، اجواءهم صراحه حلوه للناس اللي حابه تعيش اجواء تايلاند. هي دي اجواء تايلاند. كده خلصت حلقتنا لليوم، اتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.